عقيل على سبيل المثال نذكره. كان يعيش في تلك الحقبة، في حقبة حكم أمير المؤمنين عليه السلام، وكان منغمسا في الطبقية التي سنها عمر من قبل، فلم يعجبه أن يأتي علي عليه السلام ويلغي النظام الطبقي في الإسلام، وأن يعيد المسلمين سواسية، سواء في توزيع الثروة أو أمام القانون. لم يكن علي عليه السلام يحابي أحدا أو يفضل أحدا على أحد إلا بالتقوى. هذا لم يعجب عقيل. كان من أمثال عقيل كثر، إنما بايعوا أمير المؤمنين عليه السلام على مضض، ولما فاجأتهم سياسته الصارمة وعدالته اللامتناهية انقلبوا عليه أو خانوه وخذلوه. هؤلاء سواء كانوا من أقارب أمير المؤمنين عليه السلام أو من أصحابه، كانت لهم نبرة خاصة في الكلام، تعرفهم من لحن قولهم، تعرف أنهم من أهل الجشع والمطامع، كما تكشفه لنا هذه الصورة التي صورها لنا ورواها لنا أئمتنا عليهم الصلاة والسلام عن عقيل. الخبر جاء في الكافي الشريف للكليني عليه الرحمة في المجلد الثامن الصفحة 182 بسند معتبر عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق قال: لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر. انتبهوا، لما ولي علي أي لما حكم في أيامه الأولى، قتل عثمان لعنه الله فبايع الناس عليا عليه السلام، فصعد علي عليه السلام المنبر وأعلن هذا الإعلان المهم في الأيام الأولى. يقول: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني والله لا أرزأكم من فيئكم درهما، يعني أنا لا أنقصكم من فيئكم من الأموال الراجعة إليكم درهما واحدا. أنا ما راح أخذ، أنا مو مثل ولاة الذين قبلي أخذ من فيئكم شيئا، أنا لا أحفظ الأموال العامة. إني والله لا أرزأكم من فيئكم درهما ما قام لي عذق بيثرب. إذا عندي بس عذق واحد بيثرب هذا يكفيني، خلص أنا أقدر أتقوت به، لن تمتد يدي على شيء من بيت المال. فلتصدقكم أنفسكم، يعني تحلوا بالإنصاف وانتبهوا لهذه الجدية. فلتصدقكم أنفسكم أفتروني مانعا نفسي ومعطيكم؟ تروني أنا علي أمنع نفسي من أن آخذ شيئا من بيت المال وأنا أمير المؤمنين وأنا الحاكم، وأعطيكم أنتم وزع يعني الأموال عليكم أنتم بغير استحقاق؟ أبدا، الكل سواسية. يخاطب هنا من؟ يخاطب من يصطلح عليهم بالمهاجرين والأنصار والكبراء والسادة.
أصحاب الطبقة العليا ممن ميزهم عمر وكان يعطيهم أكثر مما يعطي ضعاف المسلمين أو ضعفاء المسلمين. أعلن علي عليه السلام إذن في بإعلانه هذا في الأيام الأولى من حكمه مبدأ العدالة والمساواة وأبطل الطبقية. من الذي قام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قام على حيله واعترض على أخيه أمير المؤمنين عليه السلام بمنتهى الدناءة والنذالة. هو عقيل. الرواية تقول والقول قول الصادق عليه السلام، انتبهوا، والسند معتبر وفي أصح كتاب من كتبنا الكافي الشريف، أقوى كتاب. يقول فقام إليه عقيل فقال له والله لتجعلني وأسود بالمدينة سواء. يعترض على أمير المؤمنين عليه السلام، يقول أنت بإعلانك هذا راح تخليني أنا عقيل بن أبي طالب واحد أسود، يعني إنسان عبد في المدينة، أنا وهو سواء صرنا، شلون هكذا تساوي بيننا؟ انظروا للموقف الصارم من أمير المؤمنين عليه السلام. هذا هو أمير المؤمنين الذي نفخر به. لماذا قدسنا عليا وسنظل نقدسه ونفديه بأرواحنا ودمائنا ولو أننا عثرنا على شيء من تراب وطأه علي عليه السلام لقبلناه ووضعناه على أعيننا ورؤوسنا نتبرك به؟ لماذا؟ لأن هذه هي مواقف علي بن أبي طالب، أخوه الذي قام وأخوه الأكبر، ولكن انظر كيف صفعه. قال له اجلس، شوف الصرامة، ما قال أخوي ولازم أحترمه ولازم ما أدري، لا وبعدين أحكي وياه، بعدين أحكي وياه. قام أمام الناس واعترض على مبدأ المساواة ونطق بالجاهلية، لأنه هذا النطق رفض المساواة من أحكام الجاهلية. الإسلام جاء لإبطال هذه الأحكام. نطق بالعمرية، وعلي عليه السلام جاء لكي يكنس مخلفات عمر وأبي بكر وعثمان، هؤلاء المنافقين الطغاة، يكنس مخلفاتهم وينظف الإسلام والمسلمين من مخلفاتهم هذه. فتخيل واحد يقوم بمنتهى قلة الأدب يعترض على هذا ويتكلم بهذه النبرة ويقول والله لتجعلني أنا وأسود بالمدينة سواء، يخلخل الوضع. فقال له علي عليه السلام اجلس. أما كان هاهنا أحد يتكلم غيرك؟ أنت اللي تتكلم، ما تستحي؟ توقعنا غيرك يتكلم، ناس مثلا من بني أمية يتكلمون، ناس من بقايا الأحزاب، بقايا الطلقاء، من ذولا يتكلمون، أنت اللي قريب، ابن عم رسول الله، ابن أبي طالب عليه السلام، أخو علي، أنت تكون أول المعترضين؟ وأسفه. قال له اجلس. أما كان هاهنا أحد يتكلم غيرك؟ وما فضلك عليه؟ هذا الأسود اللي مو عاجبك، اللي تقول شلون تساويني وياه، وما فضلك عليه إلا بسابقة أو بتقوى؟ وانت الاثنين ما عندك، شنو فضلك عليه أنت؟
شنو منزلتك شايف نفسك عليه؟ لا، الجميع سواسية.